موضوع مهم جدا. أنا بكرز لأنه أنا بحب يسوع المسيح، وأنا مدرك كل الإدراك أنه أنا عاوز أربح النفس، لأنه إن ما جتش هاي النفس للمسيح هالكة رح تكون في عذاب إلى أبد الآبدين. أنا فمشان هيك أنا من محبة ليسوع ومن غيرتي أنا عاوز مش عاوز أضوع وقت. وعلى فكرة بكون أكبر مجرم في هذا الوجود إذا ما خبرتك. ما هو بتعرف أنا بهاجموني للأسف مش بس المسلمين، اللي بهاجموني أكتر رجال الدين حتى المسيحيين. يا أخي أنت ليش بتكرز للناس وليه بتبشر الناس واتركهم بحالهم كل واحد على دين الله يعينه؟ بقول أنا بكون أكبر مجرم إذا ما خبرتش. على فكرة أنا عندي كتير احترام مش للتيرورست، مش للإرهابيين اللي بيقتلوا في اسم الدين، لكن عندي احترام كتير لما بتحاور مع إخوة المسلمين اللي عندهم الدعوة بحاولوا يكلموا الناس بدعوتهم. فأنا عندي احترام لهذا الشخص لأنه عنده إيمان وعقيدة معينة، لكن اللي بتقتل في اسم الدين هذا كشيء تاني، رحين على جهنم مباشرة. لكن اللي عاوز أقوله أنه أنا بحب يسوع، فأنا ما بدي أضوع فرصة، ما بدي أضوع تاني، ما بدي أضوع دقيقة، ولا سيما الساعة عم تكن، عارفة بتعمل الدقات الأخيرة.